السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم مي عبد الفتاح من قناه كبسوله طبيه. النهارده هنتكلم يا جماعه باختصار خالص عن حاجه اسمها الليبيد بروفايل، الدهون. طيب انا مبدئيا كده الدهون دي ليها وظيفه في جسمي؟ اكيد. بتستخدم في ايه يا جماعه؟ الدهون يا جماعه اصلا بصفه عامه بتدخل في تكوين الاغشيه البلازميه بتاع الخلايا. طب ايه تاني؟ والله مصدر للطاقه. الدهون الكليه، طيب هتكلم عن ايه فيها؟ هتكلم عن الكوليسترول. طيب الكوليسترول بالانجلش اهو كوليسترول. طيب اختصار بتاع الكوليسترول سي اتش او، خدنا اول ثلاث حروف. طيب بعدين تحليل الكوليسترول ده احدى انواع الدهون الكليه. طيب المفروض لما الواحد الدكتور يطلبه من المريض الشخص يكون صايم قد ايه؟ حوالي من 10 ل 12 ساعه. طيب معنى انه صايم يعني صايم عن الاكل والشرب؟ لا، هو صايم عن الاكل فقط، لكن الميه يشرب ميه عادي. طب يشرب عصير بقى والحاجات دي؟ لا، ميه مسموح بالماء. تمام. طيب ايه تاني؟ هو الكوليسترول اللي هو احدى انواع الدهون ليه اهميه في الجسم؟ بيدخل في تكوين برضو الاغشيه البلازميه للخليه، يعني الغشاء البلازمي بتاع الخلايا بتاع الجسم هتلاقي احدى تكوينها الكوليسترول. طيب ايه تاني؟ برضو الكوليسترول بيدخل في تكوين او مصدر رئيسي لفيتامين د، للهرمونات الجنسيه، للصفرة، الاحماض الصفرة. طيب الله، ده حلو اهو، ليه اهميه كبيره. بس عايزه اقول حاجه بقى، لما نيجي نتكلم عن نسبه الكوليسترول عموما بيكون اقل من 200، ده الرينج الطبيعي. طيب يعلى بيعمل لي مشاكل، هنعرفها دلوقتي. طيب انا يا جماعه لما اكون اعمل تحليل لشخص، احنا خلاص قلنا الكوليسترول والله لما تكون نسبته اقل من 200 تمام مفيش مشكله. طيب اعلى من 200 يعني مثلا من 220، خلاص احنا قلنا الطبيعي مثلا اقل من 200 ده الطبيعي. طب لو مثلا من 220 ل 239 ده بالنسبه لي نسبه حرجه. طب لو اعلى من 240 لا ده نسبه عاليه قوي. طيب كمل معايا كده، كمل معايا كده، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. انا عندي لو حصل ان نسبه الكوليسترول في الدم قليله خالص، يعني ايه السبب؟ ايه ممكن الحاله المعديه المتوقعه؟ والله لما تكون قليله خالص ممكن الشخص ده سوء تغذيه، ما بياكلش كويس، ما بياكلش اكل فيه نسبه دهون معينه. طيب ايه تاني؟ ممكن يبقى الشخص ده عنده الغده الدرقيه فرط، اللي هو تلاقي شخص رفيع فنتيجه ان الغده الدرقيه بتاعته نشطه. طيب ايه تاني؟ ممكن نتيجه عنده التهاب في الكبد. طيب ممكن كمان يكون نتيجة الأنيميا، شخص عنده أنيميا بتلاقي عنده الكوليسترول بتاعه وقع. طيب لو عندي الكوليسترول بتاعي بتاع شخص عالي قوي أو عالي شوية، ده ممكن يبقى نتيجة إيه؟ العكس بقى، إن الشخص عنده خمول في الغدة الدرقية، الغدة الدرقية بتاعته بتفرز هرمونات بشكل قليل، حتى تلاقي شخص تخين شوية. طيب إيه تاني؟ ممكن الشخص ده نتيجة إن هو بيتغذى حاجات معينة فيها نسبة كوليسترول عالي. نتيجة يا جماعة برضو إن القناة الصفراوية حصل فيها انسداد، القناة الصفراوية موجودة في الكبد، أو شخص عنده بول السكري اللي غير معالج لسه ما عالجهوش. طيب تمام، صلي بقى على النبي كده صلى الله عليه وسلم. خلاص يبقى إحنا قلنا الزيادة دي نتيجة إيه؟ خلاص قلنا خمول، شخص بياكل أكل فيه كوليسترول عالي، وهكذا هكذا هكذا. هل الكوليسترول لما بيجي يعلى ممكن يأثر لي على القلب؟ إزاي يعني؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عندي يا جماعة الكوليسترول ده دهون، خلاص اتفقنا، مع دهون تانية بيعملوا ايه؟ بيعملوا ترسيب في الشريان اسمه شريان تاجي. الشريان التاجي ده ماله؟ القلب، انا عارفه ان القلب هو مصدر بيضخ بيديلي الدم. طيب شريان اسمه شريان تاجي، الشريان ده بيغذي القلب اساسا، فتلاقي الكوليسترول مع دهون تانيه تقوم تترسب جوه الشريان التاجي اللي بيغذي القلب، فيعملي مشكله في القلب، يخلي الدم اللي واصل القلب مش كفايه. طيب المشكله بتاعت القلب ده اسمه ايه؟ احدى المشاكل بتاع القلب نتيجه الكوليسترول بيعلى فيسد الشريان التاجي حاجه اسمها المايوكارديال انفاركشن، معناها مرض احتشاء عضله القلب. يبقى احنا يعني مايوكارديال انفاركشن معناها ايه؟ ان في مشكله في القلب حصلت نتيجه ان الكوليسترول مع دهون ثانيه اترسبت في الشريان التاجي اللي بيغذي القلب، فعملت في القلب نفسه. طيب
احنا قلنا يا جماعه المعدل الطبيعي بتاعه يكون اقل من 200 وهكذا. احنا هنا اتكلمنا عن الكوليسترول، هو بس انا بشوف في التحليل الكوليسترول بس، لا انا عندي ترايجلسرايد اللي هو الدهون الثلاثيه وهكذا. فتابعوني ان شاء الله في الفيديوهات التانية، نقسم لك الدهون باقي الدهون ونطبق مع بعض على تحليل عملي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.